مساء الخير، أهلا وسهلا. اليوم سوف نقرأ الفصل 23 من كتاب سيدي وحبيبي للكاتبة اللبنانية هدى بركات. مرت الأيام والشهور ولم تتركني سامية، ولم تذهب إلى أهلها في أستراليا. مضت الأيام والشهور وأنا أستيقظ كل صباح لأجدها ما زالت بقربي، بجانبي، معي، وأقول إنه الصباح الأخير لأنها ما زالت تعيش على الذكريات، على ذكريات ما كنت، على أمل أن أعود ذلك الرجل الذي أحبته. أقول إنه الصباح الأخير، ثم أستيقظ في الصباح التالي وأجدها ما زالت بقربي كما البارحة. ولا أتخيل أن تتركني أو أن تهرب مني في النهار. لا أتخيل أن تجمع أغراضها في الحقائب وأن تسلم علي وتتمنى لي السلام والتوفيق. لن يحدث هكذا، مستحيل. حين تتركني سامية سيكون ذلك في الليل وأنا نائم. ستأخذ القليل الضروري من أغراضها، تغلق الباب بهدوء وراءها، تنزل إلى الشارع وتركب تاكسي ثم تختفي. أقول في نفسي إن ذلك ربما كان أفضل، ربما كان أفضل لي، وإنه يجب أن أقتنع بما سوف يحصل بشكل كبير، بشكل أكيد. لكني أجد نفسي مستيقظا عند الفجر باحثا عنها بقربي. دائما أصحو قبلها، أصحو في الفجر ولو لم أنم ولم سوى ساعات قليلة. أدور في الشقة مكتئبا غضبان، لا أعرف لماذا. يكون الفجر ثقيلا مع أن سامية ما زالت هنا، ثم الصباح فارغا كئيبا بطيئا. كل فجر هو امتحان شديد الصعوبة، وأنا على الكنبة في الصالون أفكر أن هروب سامية سيكون خلاصا أتمناه، ولا أعترف به لنفسي. أخرج إلى البلكون، أتفرج على السيارات، وحين أرى سيارة صاحب مطعم البيتزا أرجع إلى الوراء، أجلس على الكرسي البلاستيكي. لا أريد أن يصبح أحد علي، لا بلغة غريبة ولا بلغتي، لا كاليميرا ولا جود مورنينغ ولا صباح الخير. أعود إلى الكنبة في الصالون. لماذا كل فجر هو امتحان صعب؟ لماذا؟ لكن لماذا ينتحر الناس في الفجر؟ في سلام الفجر، في الفجر أيضا يأتي البكاء، يبكي الناس على موتاهم، وأنا أدور حول موت أيوب، حول مقتله، أدور وأدور ولا أصل، أدور حول مقتل أيوب ولا أصل. أيوب، أيوب، أيوب.